السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كما كيعرف الجميع أجواء ليلة الأمس إضرام النار في بعض الأماكن اللي شكلت خطر على الناس، على المارة وعلى السيارات وعلى مجموعة من الأمور. فمن هذا الفيديو كنبغي نقول لأولياء الأمور وكنبغي نشدو الشباب أنه نغيروا السلوك ديالنا. ما الفائدة أننا نشعلوا العافية في البنو ونعرضوا حياتنا للخطر وحياة الغير؟ لأنه كما كنعرف الجميع الحمد لله كانت واحد السيطرة كبيرة على الوضع بمدينة تمارة يوم أمس، إلا أنه في بعض النقاط كانت نيران كبيرة 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 بزاف اللي كانت تقدر تشكل خطر كبير على الوليدات. والخطير في الأمر أنه جاء قريب لدور الصافحات، يعني لا قدر الله إذا سد العافية شي سلك ديال الضوء هذا فغادي تكون الكارثة. والأخطر من هذا أننا كنشوف وليدات صغار للأعمار ديالهم لا تتجاوز 13 سنة، 10 سنوات، 9 سنوات، 7 سنوات، كيلعبوا بالجنبات ديال العافية. وكما كتوضح الصورة لا قدر الله شدت العافية في شي واحد فين غادي نوليو؟ فالله يرحم لكم الوالدين. هذه رسالة لأولياء الأمور، نهضروا مع وليداتنا ما الفائدة يخرجوا في ديك العافية، مع العلم كنعرفوا أنه هاد العافية لا قدر الله قاست شي واحد المخاطر ديالها والأضرار ديالها. يعني كتشوفوا حتى المكان فين كدار كيفاش دايرة. لنغير سلوكنا، الله يرحم الوالدين. هذه رسالة لجميع الخوت اللي كيشوفونا اللي كيتفرجوا فينا، نغيروا السلوك ديالنا ونصحوا بعضياتنا للأفضل، لأننا بغينا نشوفوا مدينة تمارة في حلة مزيانة وبغينا نشوفوا بلادنا في حلة مزيانة. فبحال التصرفات هذه كتشكل خطر علينا وعلى الغير. لنغير سلوكنا الله يرحم الوالدين، لان هادشي خطير وخطير بزاف. كما قلت لكم بعض النقاط اللي كانوا فيها انفلاتات كما كتوضح الصوره، هنا كنشوفوا البنو هنايا في اغلب الشوارع المدينه. فالحمد لله كانت السيطره على الوضع صراحه. الرجال الامن الوطني وكذلك الوقايه المدنيه ابلوا البلاء الحسن، لان في بعض الاحيان كنشوفوا تصرفات غير مقبوله من بعض الاطفال. فالحمد لله كما كتشوفوا في نفس الوقت اللي كانوا شاعلين بعض العوافي في شي بلاصه، الا انه الحمد لله الشوارع كلها الحمد لله كانت تحت السيطره، وهذا امر جميل جدا. ولحدود هذا التسجيل الصوتي فالحمد لله الامور دازت سالمه، ما كانوش اصابات، وهذه هي اهم حاجه. لنغير سلوكنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.